ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره سكوب واللي هنتكلم فيها النهارده عن موضوع مهم جدا شغل الناس خلال الايام اللي فاتت، وهو موضوع الاقتباس من الافلام وكمان المسلسلات الاجنبيه، خصوصا في الجزء الخاص بافلام وموضوعات نهايه العالم. يمكن كلنا شفنا خلال رمضان اللي فات مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف، واللي كان بيتكلم عن انتشار فيروس هيدمر الحياه وهيكون نتيجته ان الناس هتتحول لزومبي. اليومين دول بقى في مسلسل نزل على واحده من المنصات الشهيره اسمه الجسر، وهو مسلسل صغير مكون من 6 حلقات بس، وبيتكلم برضو عن الحياه بعد نهايه العالم، وهو بطوله نيلي كريم وعمرو سعد واخراج بيتر ميمي. ايه المشكله في المسلسل وايه اللي خلاه يثير جدل عند ناس كثيره جدا على السوشيال ميديا؟ المشكلة ان صناع المسلسل طلعوا في تصريحات صحفية وقالوا ان الفكرة مصرية خالصة وانه مش مقتبس خالص، وعشان كده كل الاسماء اللي اختاروها للابطال هي اسمها ليها علاقة بالتاريخ اللي احنا عارفينه، زي مثلا اسم ادم ونوح وكمان دليلة. وطبعا الكلام ده عمل حالة كبيرة جدا من الجدل، خصوصا ان المسلسل مقتبس من اعمال كتيرة مش عمل واحد، زيه زي مسلسلات تانية زي ذا ووكينج ديد او ذا نيشن وغيره من الاعمال التانية. في برضه تو ذا ليك واللي هو اقرب مسلسل في قصته المسلسل الجسر، مع الاختلاف ان الناس في المسلسل الاجنبي عايزين يوصلوا لمكان فيه بحيره عشان يلاقوا الامان، والناس هنا في المسلسل ده عايزين يوصلوا للجسر عشان برضو يلاقوا الامان. وكمان في فيلم ذا رود اللي هو تقريبا نفس فكره المسلسل والافلام، لو قعدنا نتكلم عليها عايزين حلقه كامله. وطبعا فكره الملابس واللوكيشن وحاجات كثيره قوي هنلاقيها شبه كل الموجود في الافلام دي. علشان نعرف اكتر عن الموضوع هيكون معانا دلوقتي على زوم الناقد الفني الاستاذ مصطفى الكيلاني. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا كنا عايزين نسالك عن الموضوع بتاع الاقتباسات. احنا دلوقتي بنشوف ان هل ده بقى اسهل ان احنا نقتبس من الاعمال الفنيه الاجنبيه؟ هو ده اللي حاصل حاليا في كل الاعمال للاسف، انه السينما كلها اصبحت مبنيه على اقتباسات من اعمال اجنبيه بالملي. يعني احنا عندنا مثلا فيلم البدله بتاع تامر حسني ما هو مقتبس من فيلم امريكي نفس الحدوته، فيلم اللي معروض حاليا من اجل زيكو مقتبس بالكامل من فيلم امريكي، فالاقتباسات موجوده وحتى بدون الاشاره للمصدر الاصلي، ودي مشكله هتوقعنا بعدين في ازمه بسبب حقوق الملكية الفكرية. طبعا حتى مش بنشير للمصدر الأصلي للعمل، ودي مشكلة كبيرة جدا. طب حضرتك شايف ان فكرة مسلسلات نهاية العالم احنا ممكن نعملها بشكل يتناسب مع أفكارنا اللي ممكن مثلا ترفض أفكار كتير زي الزومبي مثلا؟ والله يعني احنا متقبلين ده في الافلام الاجنبي، لكن المجتمع المصري والعربي لازم ياخد وقت على ما يقدر يتقبل الافكار اللي بيقبلها عادي جدا جدا في الافلام الاجنبيه يقدر يتقبلها في الافلام العربيه. صعب قوي عليه انه يستوعب انه ممكن يكون في حاجات تتنافى مع اللي اتعود عليه في مجتمعه، اللي اتعود يشوفه في مجتمعه، او اللي يكون في خيال مختلف عن الخيال اللي اتعود عليه. للاسف احنا الافق بتاع المجتمعات العربيه وخيالها بقى صعب قوي، بقى مش مفتوح، بقى منغلق تماما منذ فتره السبعينات وحتى الان. احنا بنحاول، الدوله بتحاول تتكلم على انه محتاجين نطور افكارنا ونطور مفاهيمنا ونطور عقولنا، وده بالمناسبه كانت البيئه الخصبه للتطرف طوال سنين. انه فكره فقر الخيال هو بيئه خصبه للتطرف، وبسببه نشأت جماعات الإرهابية، وبسببه نشأ جماعات الإخوان المسلمين وغيرها. فإحنا علشان نقدر نقول إنه حاجات زي الزومبي زي مصاص الدماء زي غيرها علشان تبقى موجودة في مسلسلاتنا وأفلامنا المصرية والعربية، محتاج مجتمع يكون أكثر وعي. واحنا شايفين حتى المشكلة اللي حاصلة بسبب عدد من الأفلام اللي معروضة حاليا ورفض المجتمع ليها، وخاصة على السوشيال ميديا، ولدرجة ان هم دفاعا متخيلين ان هم كده بيدافعوا عن الدين، متخيلين دفاعا عن المعتقدات الدينية ممكن يخالف تلك المعتقدات الدينية بانه يشتم ويقذف المحصنات وغيرها. ده اللي حاصل للأسف على السوشيال ميديا كتير جدا، وبقى مزعج
ولذلك حتى موقف نقابة المهن التمثيلية وغيرها من الجهات المسؤولة في البلد بدأت تاخد موقف حاد أصلا تجاه الموضوع ده وتجاه ردود فعل الجمهور المتعصب والمتطرف. طب احنا ليه لما بنيجي نتفرج على فيلم أجنبي بنتقبل ان احنا نتفرج عليه ويعجبنا علشان هو فقط أجنبي، لكن لما نيجي نعمل الفيلم ده شبهه او يعني تقليد ليه بالعربي بيبقى فيه هجوم حاد عليه؟ علشان هو طالما أجنبي يبقى هو بعيد عن ثقافتي وبعيد عن معتقداتي اللي أنا شايف إن هي الصحيحة. تمام، وأول ما نعرب النسخة دي يبقى لا لا كده في مشكلة، لا هو دخل يهاجمني بقى ويهاجم معتقداتي، لا ده مش حقيقي خالص. ما أنت بتتفرج عليه، لو أنت هتتغير معتقداتك ما أنت بتتفرج على النسخة الأجنبي وبتعجبك، المفروض انه يعني خلاص اللي هي يعني عمل نسخه عربي مش هيفرق معاك لان انت اتفرجت على الاجنبي وعجبتك. القصه كلها انه احنا ورثنا انغلاق وفقر خيال منذ فتح الباب للجماعات المتطرفه انها تسيطر على المجتمع المصري من 30 يونيو 2013، واحنا بنحاول نرجع الهويه المصريه ونرجع الافكار المصريه. حتى بالمناسبه الرئيس اتكلم على ده كتير جدا خلال، وخاصه خلال الفتره الاخيره واخرها مثلا خلال اعلانه لاستراتيجيه حقوق الانسان، اتكلم على ده بشكل واضح انه المجتمع مش هيقبل حاجات، ولازم حتى في التشريعات وكده وخاصه التشريعات الخاصه بحقوق المراه وغيرها، فلازم ناخد وقت شويه يتغير المجتمع ويتطور المجتمع عشان نقدر نعمل التشريعات دي. ده كان بالمناسبه ده كان كلام واضح جدا من الرئيس السيسي في الموضوع ده في يوم اعلان الاستراتيجيه المصريه لحقوق الانسان. طيب حضرتك شايف الاقتباس ليه حدود، ولا احنا ممكن ناخد الحاجه فعلا زي ما حصل دلوقتي زي ما بيقولوا كوبي بيست؟ لا هو طبعا الاقتباس ليه حدود، فكره ان انا اخد كوبي بيست من غير ما اشير للمصدر الاصلي دي المشكله. يعني لو في اشاره للمصدر الاصلي معناها ان في حقوق للشركه الاصليه، ومعناها انه في، بقول بشكل واضح ان انا ناقل وبعمل تمصير، انما ان انا ما اشيرش للمصدر الاصلي ده معناه ان انا سارق بشكل واضح. ده مش اقتباس، ده اسمه سرقه بشكل واضح، وده التسميه الوحيده اللي نقدر نقولها حسب قوانين العالمية لحقوق الملكية الفكرية. حضرتك إيه رأيك في فكرة النوعية دي من المسلسلات اللي بيكون عبارة عن 6 حلقات بس؟ المسلسلات القصيرة هي مسلسلات أقدر أقول إن هي فكرة مهمة، إن هي دخلت جوه ثقافتنا. إحنا خلاص كان عندنا زمان السبعيات وكان عندنا ال10 حلقات وال15 حلقة، فجأة بقت كل المسلسلات لازم تفرد عن 30 حلقة، وممكن ساعات كانت بتزيد مع الاستاذ اسامه عراقشه او الاستاذ محمد صفا عامر الله يرحمه. ماشي، وللاسف للاسف احنا اخذنا وقت طويل في ده، فكان عندنا لما كان عندنا سيناريستات كبار كانوا يقدروا بيملوا الحلقات احداث، وكل حلقه بيبقى فيها تطور في الاحداث والشخصيات. بعد كده دوره الانتاج عندنا باظت وبقى في مشاكل كتير، فبقى المسلسلات بتوصل لحد الحلقه الخامسه والسادسه او بالكتير قوي التاسعه وتبدا تفضى وما ترجعش الحلقات تشد ويبقى في معنى ليها غير بعد الحلقه 28. صح، مع المسلسلات كمان كانوا يقولوا ان احنا بنعرف المسلسل كله في اخر حلقتين بالظبط كده. مع المسلسلات الجديده، الخطوات الجديده في الانتاج اللي حاصله حاليا سواء اللي بتعملها الشركه المتحده او منصات اخرى عربيه، ماشي، انه يبقى في 10 حلقات او 6 حلقات، ده معناه انه احنا في تطور حاصل، في احداث مشدوده طول الوقت، ما فيش ترهل فيها، اقدر اتفرج على حاجه على حدوته كامله بتفاصيلها بحوادثها في 6 أو حتى 10 حلقات. يعني احنا لسه كنا مثلا مستمتعين جدا بمسلسل كوميدي اسمه موضوع عائلي، كل حلقاته 10 حلقات، وغيرها من المسلسلات الا انا اللي بيتعرض على الشاشات المتحده نفس الحدوته، حلقات قصيره وصغيره وسريعه جدا جدا 9 أو 10 حلقات. الموضوع ما فيش ملل، ما فيش ترهل في الاحداث، ما فيش ممثلين اصلا ناسيين ايه طبيعه دورهم وتفاصيل شخصياتهم،
ده بيحصل كتير بالنسبة في المسلسلات ال30 حلقة، لكن المسلسلات القصيرة انا متابع ومشدود متعوب عليها في الكتابة بشكل كويس جدا جدا. ممكن مش كلها، مش هقدر اجمع الكل واقول ان هم كلهم كويسين جدا جدا، لكن على الاقل اقدر اقول انه في 80% من تلك المسلسلات معمول بشكل كويس واحترافي جدا. والدليل اللي هو ان احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم على المسلسلات دي، ده دليل ان هي جذبت الجمهور صح. وبقى في تفاعل معاها، والبرامج التلفزيونية وحضراتكم مهتمين بإن احنا نتابع ردود الأفعال عليها. بشكر حضرتك جدا أستاذ مصطفى الكيلاني، وبكده تكون خلصت فقرتنا، فقرة سكوب. هنطلع فاصل وهنرجع تاني على طول.